هذه دورة بها إنجازات كبيرة، حيث من عدد المشاركة 1681 دار نشر تشارك من 60 دولة، تقدم أكثر من 1.5 مليون عنوان في أرفف معرض الشارقة الدول الكتاب، بفعاليات تجاوزت 1400 فعالية ثقافية. هذا المعرض يحفل بأسماء عالمية كبيرة، من الفائزين بنوبل للفائزين بجميع الجوائز العالمية أو العربية أو الكتاب أو المفكرين، فهناك إبداع فكري. المشاركة في جناح المملكة العربية السعودية لهذا العام فهي ما يربو على 5000 كتاب من 18 جامعة وأيضا 3000 عنوان.